هنعمل النهاردة وصفة من وصفات الكبسة، أو حاجة يعني شبيهة كده للكبسة، بس هي مش كبسة. أنا عارفة إن في ناس كتير ما تعرفش الوصفة دي خالص، لأنها مش معروفة زي الكبسة السعودي مثلا ولا البرياني الهندي. هي معروفة بس عند يعني عائلات معينة. يا ريت اللي يعرفها أو العيلة اللي تعرفها تطمنا إن في حد عارف الوصفة دي. هي عموما اسمها مرخية أو رز مرخية باللحمة. هي فعلا وصفة لذيذة جدا جدا. أول حاجة هنبدأ فيها، هحط معلقتين سمنة ومعلقة زيت لحد ما يسخنوا على النار، وبعد كده هبشر بصلتين كبار يعني، وهحطهم على الزيت والسمنة لحد لما يتبلوا. هفضل كل شوية اقلب فيهم لان النار عالية، لحد لما احس ان البصل دبل خالص او شوية لونه اصفر. انا طبعا غسلت اللحمة ومصفيها خالص من المية. هي اللحمة مثلا تقريبا يعني اكتر من كيلو، ويا ريت يكون في قطع من اللحمة دي يكون فيها دهون، علشان الدهون اللي هتنزل من اللحمة دي هي اللي هتسوي الرز او هتخلي طعم الرز يكون حلو. انا هحط اللحم فوق البصل والصلصه، وهفضل اشوحها كتير. البصل بس قصدي والدهون، هفضل اشوحها كتير جدا، مش هضيف لها اي حاجه خالص غير لما كل اللحمه يعني تاخد صدمه او تاخد لون او لونها يتغير. انا ممكن اوطي النار على ما تغير براحتها يعني، لحد ما توصل للشكل ده كده. انا مش هضيف لها اي توابل خالص الا ملح وفلفل. الوصفه دي مش بتحط فيها توابل كبسه ولا كمون ولا قرفه ولا اي حاجه، هو ملح وفلفل بس، مش عايزين طعمها يتغير باي حاجه. في الوقت ده كده انا هقلب كويس، وبعد كده ههدي النار وهغطي على اللحمه. ضروري جدا ان انا اغطي على اللحمه لحد ما اللحمه تنزل الميه بتاعتها، يعني انا هفتح الغطا كل شويه واطمن ان هو ابتدت تنزل الميه بتاعتها. ضروري جدا ان احنا ما نزودش لها اي حاجه غير لما نشوف اي حاجه زي ميه كتير كده نزلت منها، انا ما ضفتلهاش اي ميه خالص. بعد كده انا كنت مسبكه طماطم كانت في الفريزر، وهحطها عليها. طبعا هي محطوطه الملح والفلفل خلاص، مش هنزود طبعا اي حاجه خالص عليها. هنسيبها بقى لحد لما تتسبك وتستوى، تقريبا هتقرب على ساعتين يعني. الخطوه دي كده هي تقريبا قعدت ساعتين. هتاكد بالسكينه ان اللحمه استوت، وبعدين هشيل اللحمه. اما اتاكد انها مستويه خالص هشيل اللحمه بالراحه خالص من الصوص او من الصلصه بتاعتها دي، وانا هكون غاسله الرز. رز مصري عادي خالص، مش رز بسمتي ولا حاجه، انا عايزاها رز، هي رزها مصري عادي. هشيل اللحمه واكون انا غاسله الرز ومصفياه كويس، وبعد كده هحطه يعني هحط الرز في الصلصه دي. هو انا ممكن اسيب اللحمه عادي، بس الافضل عشان نظبط الميه بتاعه الرز ما يعجنش او يبقى قليل، ان انا اشيل اللحمه عشان تبقى الرز ظاهر قدامي. هعمل له الميه بتاعته اللي انا بعملها للرز العادي خالص، يعني هي كده قليله، انا زودت عليه ميه لحد لما الرز اللي انا متعوده على طبيخه يتظبط خالص، او زي ما بسويه عادي يعني. بعد كده لما الميه بتاعته هتنشف شويه او هيغلي، انا هحط اللحمه يعني فوقيه، بس لما هاجي اقلب يعني هقلب بالراحه علشان اللحمه ما تتكسرش، عشان اصلا هي مستويه يعني، هي تقريبا تعتبر اخذت السوي الكامل بتاعها. هسيبه كده عليه وهدي النار، وكل ما هاجي اقلب بالراحه هحرك الحل او هقلب بمعلقه بس بالراحه خالص، من غير ما احاول ان انا اكسر اللحمه. الاكله دي هي كده خلاص اترددت يعني، اترددت واستوت كمان. الاكله دي حلوه جدا جدا يعني، بصراحه هي فعلا احلى من اي كبسه ممكن تدوقوها، وسهله جدا جدا، ومن الاكلات اللي هي بتكون في حله واحده. طعم اللحمه فيها والرز يعني مختلفين خالص، عشان هم مستويين بصوص اللحمه كله بالبهاريز بتاعتها بكل حاجه، وطعمها مختلف جدا، حلوه جدا جدا. يا ريت اللي يعرف المرخية ديت يعرفني ان هو عارفها، واللي مش عارفها يجربها علشان هتعجبكم جدا او هتعجبه جدا. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقة دي وتقولوا رأيكم فيها ايه.